السلام عليكم وتشكروا سي السعيد تشكروا ايمرو فانكات على الاستضافه ديالكم اليوم. السهرات ليفيلمون اللي عملنا في اول ليفيلمون كان في 2014 ديال غاب كوميدي شو كفا مسلم وحسن ومحسن الثنائي اللي عملنا ديجا من بعد في مالاكا عملنا حتى في طنجه كان النجاح ديالو بروكسل فوق النجاح ديالو رائع فورميدابل. وعام 2016 عملنا ستار شو كان اللي كان فيها في لاصال جاك بغيل سيريا عملنا فيها حاتم عمور والدوديه وغاشيد شو رشيد العلالي كان النجاح ديالها مزيان. وهذا العام خممنا نعملوا اول فيستيفال دو غيغ بروكسلوا يعني كنت نشوفوا السهرات الغناء غناء غناء كنا نعملوا حد السهره ديال الضحك الثقافيه بوغ لو جونيس بروكسلوا اللي هنايا وبوغ لي زارتيست كوني وماروك. منظم ديالها الحفل جمعيه بيلاغ بروكسل بيلاغ بروكسل الجمعيه ديالنا هي اللي تاسست في 2014 اول بحال اللي قلت لك اول تنظيم ديالها كان في مسلم. جمعيه بيلاغ بروكسل هي اللي نظمت هذا الحفل هذا. الجمعيه كاين عبد ربي انا عثمان لابريزيدون الرئيس وكاين فيها جوج الناس اخرين بلال دالي وفي فيها حمزه مولاي. ديال هذا الحفل هذا ديال فيستيفال دو غيك بروكسلوا هدف ديال باش الناس يتعرفوا الناس ديال لي زارتيست ديال بروكسلوا مع لي زارتيست المغرب يعني عملنا كوميديا اللي هنا بروكسل تيعرفوهم الشباب ديال بروكسلوا وديال الارتيست اللي جبناهم. اذا لاحظتي جبنا ارتيست كوميديان ما جبناش ايكو ولا بسو كوميديان دابا جبنا كوميديان لونسيان يعني الوالدين ديالنا والناس المغرب يعني يقدر يمشي الاب والام ولولادهم يمشيو على عبد لونفغي يمشيو على دكتور ديولوجيك يعني حنا فوالا ويكونوا حتى تجمع مع بعضيتهم ما جاش عائله تتلقى والناس ما تلقاتش شحال تتلقى. معروف كان الصراع عندنا ميعاد ديال مع سعد مجرد باسكو الصاله سيركويال كانت نورمالمون من سعد مجرد. ايوا الله يترخص راحو التحيه ديالو من المنبر سي سعد مجرد نهار الجمعه هذه نتحيو له طلبوا الله ترخص ترخص راحو ان شاء الله. غدا الناس ديال البرجيكا ولا الناس بروكسل ولا كاع المغاربه المقيمين هنايا في اوروبا فرنسا هولندا الجيران راه يكون واحد فيستيفال دو غي ان شاء الله الضحك غيبقى شايط باش بنادم يزول القلب ونتمنى يكون واحد النجاح كبير بحال اللي نجحت مراكش. مراكش دو فيستيفال دو غي مراكش ماشي جات وتكعملت راه شوي شوي دات الوقت حتى دابا عملت البوز ونتمنى حنايا ان شاء الله يكون واحد النجاح واخا واحد النجاح مزيون. وتنشكر الناس اللي تيعاونوني منهم ميلو جلون واحد الانسان توا بروكسل وتيعجبو يدعم اكتيفيتيز النشاط وراه تيعاونني حتى من الجهد. وتنشكر لا فيل دي بروكسل حتى هي عاونتنا وتنشكر مدام مجدولين وتنشكر كاع الناس اللي سبونسوري بحال مومونيا بحال ديليسكوفي بحال بنك بي ام سي بحال بحال 24 اللي تتاجوا هنا معنا في لي ميديا. تشكر كل شيء.